السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ وحشتوني. هناخد النهاردة درس جديد اسمه علاقة الجمع بالطرح عائلات الحقائق. يعني ايه الكلام الكبير ده يا ميس؟ يعني يا حبايب قلبي، شايفين البيت المرسوم ده؟ لما نقول 8 زائد 3 بتساوي كام؟ 11. معنى كده ان الثمانية والثلاثة دول عيلة واحدة، مجموعهم هو مين؟ هو ال 11، يعني قيمتهم هي ال 11. طب لو جينا عكسنا الثلاثة مكان الثمانية والثمانية مكان الثلاثة وجمعناهم برضه، هيدينا برضه 11. معنى كده ان الجمع عملية إبدالية، الجمع عملية هي سنة ثانية إبدالية. ولو قلنا 11 ناقص 8 هيطلع لنا برضو العدد هو 3، ولو جينا قلنا 11 ناقص 3 هيطلع لنا ايه؟ 8. طب ينفع نقول 8 ناقص 11؟ ينفع من عدد صغير نشيل عدد كبير؟ طبعا لا. معنى كده ان الجمع عكس الطرح، والطرح مش عمليه ابداليه، ما ينفعش ابدل فيه. طب تيجوا نحل تمرين؟ يلا نحل مع بعض التمرين. بيقول لي عندي 3 ارقام، تفتكروا كده مين الرقمين اللي من عيله واحده؟ اكيد اصغر عددين اللي هو السته والخمسه. شاطرين. يبقى انا هحط هنا السته واحط هنا الخمسه، يلا نجمعهم. قلنا لما نيجي نجمع بنعمل ايه؟ اكتب في مخي والصغير على ايدي، يعني السته في مخي وخمسه على ايدي، واقول بعد السته 7 8 9 10 11. ايه ده؟ ده العدد اللي طلع لي هو نفسه اللي موجود في الاعداد هنا. ما هو 6 زائد 5 11. طب لو عكسنا، لو حطينا هنا الخمسه وحطينا هنا السته، هل هيفرق الناتج؟ لا، برضه هيدينا 11. مش احنا قلنا ان الجمع عمليه ابداليه؟ طب مين شاطر يقول لي لما تبقى علامه ناقص هنا بنحط هنا مين؟ بنحط الكبير. مين الكبير؟ ال 11. مين الصغير؟ أي واحد فيهم. يلا نقول ناقص 6 هيدينا الخمسة. طب الشاطر اللي يقول لو قلنا 11 ناقص 5 هيدينا مين؟ الستة. يلا نحل واحدة كمان. مين شاطر يحل معايا؟ يلا نقول هنحط مين هنا وهنا؟ هندور على أصغر عددين. عندي هنا 13، هنا 5، هنا 8. مين أصغر واحد؟ الخمسة. واللي بعديه 8، يلا نجمعهم 5 زائد 8. شاطرين، هيدينا العدد اللي موجود فوق معاهم اللي هو التالت. طب يلا نقول هنا نعمل ايه؟ هنبدل يا ميس، هنحط ال 8 هنا والخمسة هنا ويساوي 13، يبقى هو جمع عملية إبدالية. إيه ده؟ علامة الناقص قابلتني، يبقى لازم العدد اللي هنا يكون كبير. مين أم الأعداد هنا؟ طبعا احنا قلنا 13 هي امهم عشان هي الكبيره. هنحط بقى مين هنا؟ بحط مره الخمسه يقوم يدينا 8. طب برضه هنا 13، هنحط بقى مين هنا؟ ال 8 هتقوم خارجه الخمسه. طب مين شاطر بقى يحل معايا التمرين ده؟ بيقول لي اكل لتكون عائله. الام موجوده وعيل من ولادها، احنا عايزين العيل التاني نجيبه ازاي؟ هنحط الصغير في مخي واطبق ايدي لحد ما وعدت لحد ما اوصل للكبير. اتنين في مخي وادينا اهو مطبقه ايدي، واقول بعد الاتنين 3 4 5 6 7 8. كم صباع طلع على ايدينا؟ 6. يلا بقى نروح نكون العائله. يلا نكمل. مين هنا؟ الاتنين، وهنا السته، وهنا الثمانيه. يلا نعكس. يلا هنا السته، هنا الاتنين، هنا الثمانيه. الناقص قابلتني، يبقى مين اللي عايز ينزل الاول؟ الكبير. مين الكبير؟ اللي هي ماما، الثمانيه. وهنا مين؟ اي واحده من الصغيرين. نحط الاثنين يطلع لنا السته. تحت برضه هنعمل ايه؟ هننزل الثمانيه ونحط برضه هنا مين اللي عليه الدور؟ الابن الثاني اللي هي السته. هيدينا مين؟ الاثنين. يلا نحل واحده كمان. يلا نحل واحده كمان. ايه ده؟ العيال موجودين وناقص الام. انا بجيب الام ازاي؟ بجمع الاثنين دول مع بعض، مين فيهم الكبير؟ التسعة، احطها في مخي والصغير على ايدي اللي هي الثمانية، واقول بعد التسعة 10 11 12 13 14 15 16 17. يبقى 9 و8 17. جبنا ماما. يلا بقى نظبط الأكل. يلا نظبط المرة. هنا مين؟
هنا التسعة، وهنا الثمانية، وهنا السبعتاشر. يلا نعمل هنا كمان، هنشقلب دول، هنحط هنا الثمانية الأول، وبعدين التسعة، وبعدين السبعتاشر. إيه ده الناقص قابلتني؟ هعمل إيه لما ناقص تقابلني؟ الأم عايزة تنزل الكبيرة أهو، وواحد من عيالها نقول ثمانية، تخرج التسعة. نيجي نعمل هنا كمان، نحط السبعتاشر، ونحط هنا التسعة، تخرج الثمانية. درس النهاردة سهل وجميل؟ طيب، الواجب بقى هنشوف هنعرف نحله ولا لا. واجبنا يا قلبي صفحة 30، الملزمة أو البوكلت. البوكلت مش الكتاب يا سنة تانية. وباي باي، واشوفكم إن شاء الله مرة جاية.